كل سبل الرفاهية اللي تخليك ان انت تبقى مبسوط وانت موجود في هذه الاماكن، منها طبعا نقاط في اسيوط ونقاط في المنيا ونقاط في القاهرة والعريش، والحقيقة محافظات ووادي النطرون طبعا، الحقيقة كلها نقاط من النقاط المهمة جدا لازم نسلط عليها الضوء. بالامس كان في افتتاح لنقطه من النقاط الموجوده في رحله العائله المقدسه، افتتحها الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار في منطقه وادي النطرون، وتم اضافه هذه النقطه المؤمنه تماما لنقاط مسار العائله المقدسه. ان شاء الله هي حوالي تقريبا 25 نقطه موجوده في مصر، زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله تكون جاهزه تماما، يمكن خلال نقول اشهر قليله تكون كل النقاط مكتمله في مصر وتكون الرحله جاهزه تماما، ويتم تنميه هذه الرحله سياحيا ويتم وضعها على برنامج خريطه السياحه العالميه باعتبارها مزارات مقدسه ورحله حج بالنسبه لاخواتنا المسيحيين. خلينا نرحب بضيفي الكريم اللي بيشرفنا النهارده، دكتور محمود ابراهيم حسين، استاذ الاثار والحضاره الاسلاميه بجامعه القاهره. مشرفنا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لنا نخرج لتقرير ونتواصل باذن الله في هذا الحوار، نتابع مشاهدينا الكرام. بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعه رئيس مجلس الوزراء، افتتح محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار وهشام امنا محافظ البحيره مسار العائله المقدسه بمدينه وادي النطرون. نقاط مسار العائلة المقدسة 25 في محافظات مصر الثماني تم تطويرها لتقدم مصر وشعبها للعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً. اهتمام الدولة بمتابعة جهود المحافظات المختلفة المعنية بتطوير نقاط المسار دليل على احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنساني الذي يمثله خط مسار العائلة المقدسة الذي يقدم مصر في أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم أجمع. جدير بالذكر أن مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية، كما أنه يعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم. مرحبا بحضراتكم جديد، بجد ترحيبي مرة أخرى بضيفنا الكريم دكتور محمود إبراهيم حسين أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. مشرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. الحقيقة دكتور منذ زمن طويل جدا بنتكلم على مسار العائلة المقدسة، بدءا من دير درونكا في أسيوط وامتدادا طبعا لحد العريش، وهي رحلة طويلة جدا حوالي 25 نقطة موجودة في 8 محافظات في مصر. الحقيقة رحلة مهمة إذا أحسن استغلالها بالنسبة لمصر وتم إدراجها على خريطة السياحة الدينية بالنسبة للعالم، زيها زي المشاعر المقدسة في فلسطين وعدد من الدول، وشفنا طبعا بابا الفاتيكان لما يمكن أشار أن هو يتم إدراج هذه الرحلة على مسار الحج زي ما بيقولوا لإخواتنا المسيحيين. تفضل يا دكتور. هو احنا الأول نتكلم عن مصر، يعني مصر طبعا او طبيعه الشعب المصري هو قبول الاخر طبعا، قبوله بديانته، يعني لم يقف المصريين اي موقف عدائي تجاه المسيحيه ولا تجاه اي ديانه اخرى، ده هم جم هربا يعني. فبالتالي هو ده اللي جعل السيد المسيح وامه السيده مريم والمرافق بتاعهم انه يعني يهرب من الاضطهاد الديني اللي بدأ يعني، وبدأ عملية الانتقام تصل إلى حد الاغتيال، يعني هو قتل هذا الطفل الذي ولد للقضاء على فكرة الديانة الجديدة. فبالتالي بدأوا في التفكير في الهجرة، كان عندهم أكثر من مجال جغرافي ممكن يهاجروا فيه، لكن هم ليه اختاروا مصر؟ الواقع لأن مصر معروفة تاريخيا، وده تأكد عبر التاريخ، يعني تأكد إلى وقتنا الآخر، إن كل من يشعر أنه مضطهد في موطنه الأصلي، كل من لجأ لعرقه أو ميوله السياسية أو ديانته أو مذهبه أو أي شيء من هذا يجد ملجأه في مصر. صح. فهي فعلا وليس نوع من أنواع الحماس أو العنصرية لمصر، ولكن هذا الواقع يقول ذلك. صح. الديموغرافية السكانية التي نعيشها الآن على أرض مصر تقول ذلك. فبالتالي السيد المسيح يعني استغرقت رحلته حوالي ثلاث سنوات
من ذهابا وعودة من إلى مصر. هو بدأ بطبيعة الحال عبر شبه جزيرة سيناء، وأي نوع من المجيء من شبه جزيرة سيناء يبدأ بأول محافظة اللي هي محافظة الشرقية. محافظة الشرقية هي أول نقطة اللي هي دخل فيها أو دخلت فيها العائلة المقدسة، وهناك عند تل بسطة أو مدينة تل بسطة، يعني بأحد معجزات السيد المسيح أنه يعني ظهر الماء، فبالتالي كان ده نوع من أنواع النقطة البداية، يعني نقطة استقرار مؤقت، نقطة استقرار مؤقت يدعمها ظهور الماء العذب للشرب وما إلى ذلك. ثم يعني يتساءل واحد مثلا يقول لي طب ليه مسار العائلة المقدسة ما أخذ شكل واحد، يعني مثلا من إلى، يعني من نقطة إلى نقطة، ليه كان مرة يتجه جنوبا ومرة يتجه شمالا ومرة يتجه شرقا ومرة يرجع تاني شرقا ويتجه، واحد هربان يعني دي مش لازم يديهم خط مسار هروب صحيح. فلو الشخص الذي يهرب لو ترك وراءه خطا واضحا لاستطاع الذي يلحق به ان يلحقه، ولكن هذا هو الذي ادى بالسيد المسيح والسيده مريم الى انه يبداوا نوع من الاختفاء المستمر. فبداوا زي ما حضرتك تفضلت والتقرير 8 محافظات، منها محافظة الشرقية، منها محافظة كفر الشيخ، منها محافظة المنيا، منها محافظة أسيوط، منها يعني أكثر من محافظة، العريش، عندنا القاهرة، القاهرة طبعا والعريش طبعا والعريش طبعا بداية. فبالتالي الكلام ده كله كان فيه نوع من الرد ورد الفعل والفعل إلى آخره. فيعني مثلا في القاهرة كان فيه أكثر من نقطة اختفاء المطرية. في منطقة المطرية وفي المطرية يعني استقرت الأسرة فترة، وأيضا هناك بير أو نبع ماء لازال موجود، وإلى جوار المطرية منطقة الزيتون، الزيتون اللي هي منطقة الزيتون اللي فيها الشجرة شجرة مريم. شجرة مريم. إيه اللي بيحصل في كل نقطة من النقاط اللي احنا بنتكلم عليها؟ اللي بيحصل انه بيجي بعد كده المسيحيين يبدأوا في بناء دير او كنيسة تبركا بالمنطقة، لان هذه المنطقة قد باركها السيد المسيح، استقر فيها فاصبحت منطقة مباركة، فيأتي بعد ذلك المسيحيين ليبنوا فيها دير او كنيسة او عدة كنائس. فاحيانا كان السيد المسيح يقيم في اماكن يعني سبق بناءها قبله، و احيانا كان بعده يبدا بناء على النقطه اللي استقر فيها. منطقه دير وادي النطرون اللي اشار اليها التقرير من اغنى المناطق بالكنائس والاديره المسيحيه، وكان ملجا من الكنائس والدين المسيحي في العصر الروماني في مصر، لان القبطيه هرب او عهد الامان يعني ظل من الدين الذين كانوا يحتاجون فقناك وما خرج من مارس كنيسته من في ذلك الوقت. وذكر هو في يعني مما ذكر المؤرخين انه كنا فرحين فرح السخال وهي ترتشف الألبان من أمهاتها، يعني بهذا العهد العمري أو هذا العهد الذي أطلقه عمر بن الخطاب على لسان عمرو بن العاص. فمنطقة وادي النطرون منطقة حية ومنطقة مليئة بالذكريات بالنسبة للمسيحيين والمسلمين أيضا، يعني هذه المنطقة غنية بالتذكارات أو الأشياء السياحية، وزادها في الآونة الأخيرة دفن آخر البابوات البابا شنودة في هذه المنطقة، فأصبحت منطقة يعني نقطة ارتكاز يجب التركيز عليها في السياحة الدينية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى
الخارجي طيب بالنسبة دكتور، للمسيحيين. ازاي ممكن نسلط الضوء حقيقة على هذا النوع من السياحة والتركيز عليه؟ ويعني اذا احسن استغلاله ممكن يكون رافد مهم جدا جدا للسياحة. وحضرتك تعرف ان يعني اخواتنا المسيحيين حريصين على الحج لعدد من الدول اللي فيها نقاط، زي ما بيقولوا نقاط للحج، زي فلسطين. وقال لما جه مصر بابا الفاتيكان قال لك دي تعتبر نقطة من نقاط الحج للمسيحيين. هو احنا عندنا في مصر اكثر من، يعني انت حضرتك بتتكلم عن 8 محافظات من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، فبالتالي هي لا يستطيع الواحد ان هو يطلب من السائح او من السياحة الدينية ان تضع كل هذه النقاط على خريطة السياح، لكن هو يعني سنة بيروح المنطقة في العريش، سنة بيروح تل بسطة، سنة بيروح المطرية والزيتون، سنة بيروح مصر القديمة، سنة تاني بيروح المنيا، مناطق المنيا أسيوط، مع وأسيوط، وسنة بيروح كفر الشيخ في سخا، منطقة سخا كان ليها أيضا دور في استقبال العائلة المقدسة، ودير المحرق، الدير المحرق الموجود في أسيوط بآخر محطاته، ثم اتجه بعد ذلك السيد المسيح في رحلة العودة، يعني ربما مر على أكثر من نقطة ذهابا وعودة، وهناك بعض النقاط التي لم يمر عليها في رحلة العودة، فبالتالي هو كل نقطة من دي بتزدحم بالناس وبتزدحم بالمريدين والناس الراغبة في التبرك، وفي موالد في يعني زي الموالد وأكثر يعني يعني، فبالتالي وعلى فكرة بيبقى مولد لكل الشعب طبعا المصري، ده مولد العذراء في محافظة النيل، حاجة معروفة أنا جدا بقول يعني. لحضرتك، فبالتالي هنا السياحة الداخلية يعني رافد مهم للغاية بالنسبة للسياحة الدينية في مصر، سواء كان على مستوى رحلة العائدة المقدسة أو أضرحة آل البيت اللي احنا برضو الاهتمام الرئاسي بمسألة صحيح. أضرحة آل البيت ومسار آل البيت في مصر والمدافن بتاعتهم، وده برضو يعني احنا محتاجين لان ما نقعدش نقول انه لازم السياحه تكون خارجيه فقط، صح، او سياحه ترفيهيه السياحه فقط، الداخليه مهمه السياحه جدا الداخليه برضو. مهمه جدا، وهي التي تنقذ السياحه في مصر لما في حاجه كل عصر، لما بتحصل مشكله مفيش كل حل مشكله غير السياحه نلجا، الداخليه. الحل الامثل والحل الانجح هو حل السياحه الداخليه، فما بالك بقى لو احنا اهتممنا بالسياحه الداخليه في الوقت اللي موجود فيه سياحه خارجيه، يعني هيبقى المناطق دي مناطق مزدحمه كثيفه السياحه، وبالتالي ابني انا على جانب هذه المزارات وهذه المواقع المقاصد السياحيه، ان انا اوفر له زي ما حضرتك قلت منامه كويسه، يعني ينام لازم كويس مرتاح، كل احتياجاته الاشياء يعني. التذكاريه والهدايا التي يرغب السائح، على فكره دي موجوده من العصور الاسلاميه المبكره، يعني من العصر الفاطمي والعصر الايوبي كان تصنع في الفسطاط مجموعه من التحف على ايدي صناع مسلمين للترويج لها في الاماكن المقدسه المسيحيه، فالمساله قديمه جدا، فبالتالي احنا عندنا هنا الاشياء التذكاريه، الاشياء اللي يرغب السائح في حملها من المكان، يعني احنا بنروح البحر الميت بنجيب طين من البحر الميت، صح، فاحنا عندنا هنا الاشياء اللي مشي عليها افراد العائله المقدسه، الماء اللي شارب منه افراد العائله المقدسه، المكان اللي السيده العذراء غسلت فيه جسم السيد المسيح اللي هو منطقه مسترد، ده اول اغتسال في على ارض مصر، حمت السيد عشان كده كان اسمها المحمى، او لانه هنا اتحمى السيد المسيح واتغسل هدومه لاول مره في هذه النقطه، كل هذه الاشياء نقاط تسويق سياحي وتسويق سياحي ديني يجد قبول عند الناس وقبول شديد جدا عند الناس، سواء الناس من المسيحيين من خارج مصر او الاقباط اللي هم من داخل مصر، وعلى فكره بيشترك فيها كل اصحاب المذاهب المسيحيه، يعني زي ما انت حضرتك قلت ان بابا الفاتيكان راى ان هذه النقاط جديره بان توضع على كمسار للحج المسيحي، يعني يحج اليها مسيحيا من قبل اوروبا ومن قبل الشرق والغرب، ودي في بالنسبه لنا هتبقى رافد سياحي مهم قوي جدا. جدا. المهم الاهتمام
زي ما احنا امبارح في التقرير، تأمين المنطقة تأمينا جيد، وسائل الراحة تكون موجودة، وسائل الإنسان يكون على حريته في هذه المنطقة ويشعر انه يعني في بلده وبعيد عن المضايقات اللي هي بتاعت البائعين والكذا. كل هذه الأشياء يعمل لها الآن حساب في التخطيط الجديد للمزارات السياحية بصفة عامة، سواء كانت متاحف أو كانت مزارات للعائلة المقدسة أو لأضرحة أهل البيت من المسلمين. متهيألي يا دكتور برضو محتاجين نطبع زي كتيب كده، أو يعني حاجة يروج ليها لكل المحافظات المصرية وكل النقاط اللي تم إدراجها ضمن رحلة العائلة المقدسة ال 25 نقطة، عشان الناس تتعرف عليها. يعني في ناس داخلية ممكن تسألهم ما يبقاش عندهم المعلومات الكافية إيه اللي موجود في رحلة العائلة المقدسة، يبقى عارف مثلا البداية والنهاية، مش عارف إن الشرقية والقاهرة وكفر الشيخ والعريش وأسيوط والمنيا كل الحاجات دي موجودة في رحلة العائلة المقدسة. محتاجين الحقيقة توعية مهمة جدا سواء داخليا أو خارجيا حتى أيضا بالنسبة لمسار العائلة المقدسة. حضرتك عندك حق، أنا أطمن حضرتك إن مصلحة الاستعلامات، الهيئة العامة للاستعلامات، عاملة كتيب عن رحلة العائلة المقدسة بجميع لغات العالم. لا يوجد لغة في العالم مش مكتوب بها كتيب في من هذه الرحلة. طب طريقة الترويج بقى ده مهم. هنا بقى المسألة إنه ليه ما يزودش في المدارس بتاعتنا؟ يعني مدارسنا الأطفال يبقى عندهم الكتيبات دي، سواء مدارس اللغات أو مدارس المدارس الحكومية، يبقى موجودة في الأماكن، في المطارات اللي هي مداخل المنافذ بتاعتنا، سواء المنافذ الجوية أو المنافذ البرية أو المنافذ البحرية. يعني هنا مسألة إحنا عندنا لابد من إعادة النظر في التسويق للسياحة. إحنا عندنا دولة سياحية درجة أولى، ولكن دايما احنا حظنا من السياح اقل مما ينبغي، اقل من ما اصل انت كمان عندك تنوع كبير يا دكتور، عايز سياحه متاحف موجوده، عايز سياحه ثقافيه موجوده، سياحه علاجيه موجوده، سياحه دينيه موجوده، عايز سياحه ترفيهيه موجوده. ايه اللي ناقصنا عشان ما نوصلش لهذا الكمال؟ يعني كمال الله سبحانه وتعالى، بس نوصل للكمال الخاص بالسياحه دول اقل مننا بكتير جدا، محققه ارقام كبيره جدا. انا في الاداره، اداره التسويق، انك تسوق هذه السلعه. ما هو انت ممكن تنتج سلعه رائعه ولكن لا تستطيع ان تسوقها، او التسويق بتاعك ليها يعني ما هواش على قدر السلعه، صح؟ فما تتباعش. بينما زميلك الثاني السلعه بتاعته نص ونص، لكن هو عنده قدره على الوصول لجمهور اكتر. فبالتالي انا اللي بقوله انا ان لا يجب ان نمل من ان احنا نقول يجب ادخال الأشياء المهمة في تاريخ مصر، سواء الأشياء الدينية أو الأشياء السياسية أو الأشياء الحضارية، ضمن مناهج التعليم اللي بيها أن الطفل عندما ينمو ويصبح شابا في الجامعة يكون ملم تماما بتاريخ بلده، قادرا على تسويقه. يعني ما أنا أعتمد على مين؟ أعتمد على أبناء مصر في التسويق لأثار مصر. إحنا دولة عندنا أثار لا توجد في أي مكان في العالم. مثلا لو جبنا السياحة الثقافية بس، عندنا أثار رهيبة جدا وعندنا متاحف كتير، لكن هذه المتاحف الكتير اللي هي ظاهريا كتير أقل بكثير مما تستطيع مصر أنها تبني. يعني إحنا عندنا، طيب أنت بنيت متاحف كيف تسوق لها؟ يعني إحنا عملنا متحف الحضارة مثلا، متحف الحضارة والمحيط الجغرافي بتاعه والتنسيق الحضاري اللي اتعمل حوالينه. النهاردة احنا لغاية دلوقتي عندنا قاعة الكبيرة اللي هي قاعة الموميات وقاعة النسيج التي اضيفت اليه. يجب انه احنا يعني احشد شوية تسويق لهذا المتحف. المتحف ده على فكرة يعني اذا كنا بنتكلم عن متحف يحكي حضارة مصر من A to Z، يعني من ألف للياء، فأنت أمام متحف الحضارة. ده ليه فلسفة خاصة، يعني لا يجب أن نقارن. الناس كلها تقول لك لما يتفتح المتحف الكبير متحف الحضارة مش هيبقى ليه أهمية. من قال هذا؟ متحف الحضارة له فلسفة تختلف تماما عن فلسفة المتحف المصري الكبير، طبعا عن متحف الفن الإسلامي، عن المتحف القبطي. هو متحف يحكي قصة المصري على ضفاف النيل منذ أن استقر
حتى الآن، حتى الآن، ودي وجبة يعني سريعة جدا يستطيع الإنسان أنه يعني يشاهدها في مكان واحد. وده منذ تأسيس هذا المتحف وحضرنا تأسيسه، أنه كان هذه فلسفته، أن أنا أدخل الراجل يعرف كل حاجة عن تاريخ وحضارة مصر. صحيح. إذا حب بعد كده يتوسع بقى، يتوسع بالظبط، عندنا المتاحف المتخصصه، اللي عايز جوله سريعه يقدر يروح يشوف. لكن هو بتاع سياحه اليوم الواحد، وهي القاهره على فكره دايما سياحه اليوم الواحد. ايوه. الراجل اللي جاي من الغردقه يقضي له يوم في، اللي جاي من شرم يقضي له يوم في القاهره، اللي جاي من مرسى علم يقضي له يوم في القاهره، فهو مش محتاج انك تشتته او تلففه حوالين نفسه حوالين القاهره. هو انت محتاج انه يروح مكان واحد يرتاح فيه، يعني يشرب كويس، ياكل كويس، يقيم كويس، يستمتع بالبيئه المحيطه بالمتحف. صحيح. يزور هذا المتحف اللي هو بيحكي قصه حضاره مصر من بدايتها حتى الان، قبل التاريخ، حتى عصر ام كلثوم وعبد الوهاب ونجيب محفوظ. فدي حاجه يعني مفخره لكل مصري انا اعتقد، وفي نفس الوقت تحتاج ايضا آلية خارج الصندوق لتسويقها. نعم. زي ما انت بتتكلم حضرتك على العائلة، مسار العائلة المقدسة، زي ما بتتكلم عن مسار آل البيت في مصر، زي ما بنتكلم عن المتاحف اللي احنا صرفنا عليها فلوس كتير جدا. صحيح. يبقى إذن الباقي ايه؟ التسويق الجيد. التسويق الجيد. صحيح. ده في نقطة واحدة لو انت سوقتها في متحف الحضارة، يعني لطلبة الدراسات، دراسات الأثرية والدراسات الحضارية والأنثروبولوجي اللي موجودين في كل العالم، يأتي ليرى حضارة إقليم من أغنى أقاليم العالم حضارة في نقطة واحدة. عندنا في المتحف ده مكتبة رائعة جدا. صحيح. فيها حوالي 3000 كتاب من أندر الكتب. الحقيقة يعني دكتور، اللي هيتوحر في حديث حضرتك، يعني احنا ملمين بكل شيء ومصر فيها كل شيء انت عايزه، لكن هي النقطة المهمة جدا، نقطة التسويق دي النقطة المهمة. نعم. جدا لازم نسلط. نعم. عليها. نعم. شرفتنا يا دكتور وسعداء بلقاء حضرتك. ده أنا اللي سعيد جدا. شكرا جزيلا بلقاء حضرتك الممتعين. يعني يحفظنا ودايما يخلينا في المقدمة إن شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا حضرتك، تشرفتنا. اسمحوا لنا نخرج لفاصل قصير مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميلتي شروت حمدي، ونعود من جديد لحوارنا من حوارات هذا الصباح مع زميلي شاب شعلان بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومجموعة من الأخبار الاقتصادية. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، وأشار إلى أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي. جاء ذلك وفقا لتقرير تلقى وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 مايو من عام 2022، حيث بلغت الصادرات 3,115,312 طن من المنتجات الزراعية. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر ستعمل على دفع جهود العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في دورته 27. جاء ذلك في ختام